عايز ولا مش عايز. شريف احنا حالفين على المصحف ان لا يمكن اتجوز الا انت واحمد شهودي. متشكرين متشكرين يا مدام على المفاجأة دي. ايه الشيء ده؟ ده العريس. امال انت مين؟ انا عارف مدام الاستاذ موجود يبقى خير البر عاجل. عاجله ايه يا استهانم؟ انا حاجز الراجل انا واخد منه عربون 5 جنيه. نعم. ايه اللي بتهببوه ده؟ انا ماليش رأي في الجرم ده ولا ايه؟ رأيك يا استاذ انت هتيجي معايا مش كده؟ اهدى اهدى يا كابتن اهدى، الميه ما تفوتش على العطشان. ولا تفوت يا ست. يلا يا امان اتفضل يا سيدي. ها؟ ما تسيبنيش يا سيدي. يا جماعه الفرحه بقت فرحتين، كسب الكتاب دلوقتي. الميه ما تفوتش على العطشان. انا مش عطشان يا شريف، انا تعبان. يعني انا اللي مش تعبان؟ منى ايوه ارجوكي عشان خاطري ليا عندك طلب واحد بس. ايه؟ تمسكي فيهم يقعدوا لغايه ما نشوف عيالهم. من عينيا يا روحي. سليمه 100% مش كده؟ انت تحمدي ربنا انك جيتي النهارده. ليه؟ القلب شهر ونص ما تتحركيش من السرير. يا خرابي. وتعملي تحليل دم ورسم قلب باسرع ما يمكن. آه. يا خرابي. ست احلام قومي يا اختي انت بخير. قومي عندنا مصيبه. قومي خير ويجي منين الخير؟ انا عارف كل اللي عملته فيا وطوله خير. طلع النبي. يلا. امال لو كنت بكشف بفلوس كنت عملته فيا ايه؟ اسندها يا احمد اسندها. اهو تعالي يا تعالي معايا معايا معايا. احمد بقول لك ايه؟ ما تروح انت تحللي لها لغايه ما نسلك بعض بالصلاه على النبي. اه انا تعبانه انا عيانه هموت. تعالك كده اتندي عليا يا مدام. يا عم عبدو تعالى وصل المدام لشقتك. عيانة يا رب بني ادم ما فيش الا انسان. دي تقيلة قوي. خلاص بقى انت تعبت قوي النهارده كفاك. احمد انت راجع من سفر طويل ومحتاج حاجة تريحك. اخيرا. ايه؟ والحاجة دي لازم تحصل حالا يا حبيبي. فعلا لازم تحصل حالا. حالا يا حبيبي حالا. يا حبيبتي ايه؟ رايحة فين؟ احضر لك الحمام. حمام ده ايه؟ ادخلي الحمام بعدين. نعم. الناس بره. اعقل يا احمد اعقل. اعقل ايه؟ وانا بقى فيه عقل. ده انا خلاص نص اتجنن والنص التاني بيشاور عقله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله بقى بعد ما غيب 6 اشهر تجيبي لي عيانين. عيانين ايه؟ هو انا بتاع عيانين؟ اعقل يا احمد اعقل يا احمد. تعالي بقى امال. منهم احمد بقول لك بره. احمد ايه ده يا مؤاخذة؟ الو اهلا وسهلا حلوان. انت كنت بتقول ايه وانت طالع على السلم؟ انا ما قلتش حاجه. لا انت قلت حاجه في صدرك وانا سمعتها. ايوه كان بيقر وبيقول يا بختكم متجوزين. انا الاستاذ محمود بذمتك بحلفك وحياه العشره اللي بينا وانا طالع السلم سري انا فيا قال حاجه؟ سرك؟ والله دي مسائل عاليه انا لا اتدخل فيها. امال النحس اللي راكبنا ده سببه ايه؟ ايه ده؟ هو انت كمان؟ اه ما ابدا بلا والله وحياة ربنا احنا معمول لنا عمل يا استاذ. يا جماعه ارجوكوا اميره مستنياني على نار. احمد ابوس ايدك انا في ارضك. يلا حاضر انا جاي انا جاي. هتعمل شاهد؟ ايوه هعمل شاهد وابقى خلي الطب ينفعك. يلا 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 يا سيدي. يا عم تعمليها يا اميره هو ده الاتفاق. الو سجل اهلا من فضلك اديني اميره. ايه بتتكلم؟
انا عايزاها في حاجه خطيره، دخلني على الخط معاها. اسمعيني بس. تليفون عشانك يا ام. ايوه دي عامله تعمليها يا اميره؟ احنا مش كنا متفقين؟ احنا مش كنا اتفقنا؟ مش كان على الاقل تدينا خبر؟ انا عايز اعرف ايه اللي خلاكي تعملي كده؟ كنا ماشيين كويس والخطه كانت ناجحه 100% ومحدش فينا يرجع في كلامه. ايه الفرق بيننا وبين الستات التانيه؟ دلوقتي جوزنا هيقولوا اشمعنى اميره؟ ومش هنقدر نفتح بس بس ارجوكوا تسمعوني. انا شفت الباسبور بتاع سمير، تعرفوا ان بقالهم 6 أشهر ما نزلوش من على ظهر الباخره؟ 6 أشهر ما اتكلموش ولا اتعاملوا مع اي شيء مؤنث، كل حاجه في حياتهم كانت ذكر في ذكر. يا حبيبي يا احمد. يا حبيبي يا شريف. أظن كل ده كان كفاية عشان يبقى في قلبنا رحمة ونعوض لهم حرمان 6 أشهر. أنا شخصيا لو كنت اتجوز سمير مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين كنت اتجوزته عشان اعوضه اللي فات. مش كده يا منى؟ قلت ايه يا ليلى؟ ألو ألو ألو. حبيبي يا شريف انا اسفه يا حبيبي، انا غلطت في حقك لكن اوعدك اني هصلح غلطتي. كان الفستان اللي بيحبه. ستوب. عظيم. اكسلنت. المازون جاهز؟ جاهز يا فندم. استعجلوا بسرعه. حاضر يا فندم. اصيله هانم، ازيك يا اصيله هانم؟ وحشتيني يا سي محمود. فاكره يا اصيله هانم؟ فاكره يا سي محمود. فاكرة لما سمير كان مستني عروسته واحنا بنلعب طاولة؟ خشب يا حبيبي خشب. اه هتروحي مني فين؟ تحدي. انت مش قدي. انت المأذون؟ ايوه. لا انت ما تنفعش خالص. انا عايز مأذون مودرن. نعم مأذون خواجة يعني؟ يا استاذ ده اشي مودرن. استني خالص. اجري غوري. الله يلعنك. الله يعينك كفرة. يخيبك مخرج من دون المخرجين. ده سي محمود اللي هيكتب كتاب اميرة. سي محمود يا سي محمود. انا متأسف قوي يا عم محمود. احنا ظلمناكم. اه عشان كده بقى ليلى قلبتها مستشفى. ست منى بقى قلبتها لي صالة افراح. السلام عليكم. استنى على فين؟ هو برضو انقذ ما يمكن انقاذه. انا بس الحق اي حاجة قبل الاجازة ما تخلص. طب ثواني بس اشوف الاستاذ محمود. ها عشان نلدع كاتب الكتاب. ما تغيبش. اغيب بسرعه بسرعه. يا محمود. مش محمود. بطل. حاضر يا استاذ محمود. انت يا جدع انت تعالى هنا. هي اسبيه ولا ايه؟ انت كل شويه هتقعد ترد لي هنا؟ عايز ايه؟ الاستاذ محمود المأذون. سيادتك شفته؟ اه شفته. تصور افتكرت المأذون بتاعنا شدته من ده قال له دي حلوه مشي. 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 المأذون؟ اه. ده انا هوديك في داهيه. لا 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 نازل ايدك انت مش كامل اللي انت بتعمله ده. نازل ايدك بقول لك نازل ايدك. حاضر. الاجهزه المعنيه الخاصه بالدار تستعد. وريني هتعمل ايه بقى؟ هاو هيضربوني كركديه. ايه الواد شغال؟ رحله اليابان نفعت. اه لا لا وهتشوف هيكسروا بس هو لئيم الوهم. يا جماعه ما يصحش كده. عيب. اي داعي لاي حركه وعمل لكم حاجه بعدين احنا مع بعض يعني. ايه